يعد الصيف من أكثر المواسم التي ترتفع فيها حركة السفر والسياحة بين مختلف دول العالم، وتأتي مملكة البحرين في مصاف الدول التي يزداد فيها الإقبال على السفر والسياحة من خلال العروض الاستثنائية التي تقدمها مكاتب السياحة والسفر. مكاتب السياحة والسفر تعمل على ترتيب الكثير من الرحلات عبر الناقلة الوطنية للكثير من الوجهات في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى توفير مواقف مجانية في مطار البحرين الدولي للمسافرين الخليجيين تشجيعا لهم على السفر من البحرين. مع بدء موسم العطلات الذي يتزامن مع فصل الصيف، تطرح مكاتب السياحة والسفر في البحرين عروضا متنوعة بأسعار تنافسية للعديد من الوجهات، ما يجعل مملكة البحرين إحدى الوجهات الرئيسية للانطلاق، إضافة إلى خدمات حصرية يحصل عليها المسافر عند السفر من مطار البحرين الدولي. اتجهت شركات السياحة في البحرين إلى تحريك السياحة وتحديدا الخارجية في عرض وجهات مميزة وجديدة خلال هذا الصيف، ومعظم هذه الرحلات كانت عبر شركة طيران الخليج. الخدمات اللي تقدمها مكاتب السياحة في البحرين قد تتميز عن بقية دول الخليج في شمولية هذا العرض من حيث التذكرة، السكن، المواصلات الداخلية، الإرشاد السياحي الإداري اللي يكون مرافق إلى المسافرين. هذا يعطي ارتياح إلى المسافر لما يجون يسافرون عن طريق مطار البحرين، ينعشون مطار البحرين وحركة مطار البحرين. الفنادق يسكنون ليلة ليلتين قبل السفر، وأحيانا حتى بعد السفر يسكنون ليلة ليلتين، فيحركون حتى الاقتصاد في البلد. مطار البحرين أيضا متعاون ويانا، يوفر لنا حتى كوبونات مجانية حق مسافرين الخليجيين عن طريق مطار البحرين. فريق عمل متخصص في مجال السياحة والسفر على أتم الجاهزية لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، لتكون رحلتهم متميزة وممتعة، لا سيما إن معظم تلك الرحلات يتم تنظيمها بالتعاون مع الناقلة الوطنية. النقل الوطني عندها تنوع كبير هذه السنة، منها وجهات صيفية مثل نيس، كان، المالديف، وملقا في إسبانيا. فهذه وجهات تعطينا تنوع في هذا الصيف، تعطينا برودكت أفضل عن كل صيف، وفي إقبال ممتاز. الحمد لله من بداية موسم الصيف كان في إقبال كبير من قبل المسافرين، أيضا من البحرينيين. الحمد لله السنة كان في انتعاش وطلب كبير، وخصوصا الأسعار بدأت خلينا نقول بشكل تنافسي، خصوصا من قبل طيران الخليج والنقل الوطني في البحرين. عروض تشجيعية تحرك رغبات محبي السياحة والسفر، تنفرد بها مكاتب السياحة والسفر في البحرين، فتقدم من خلالها للمسافرين تجربة ممتعة وفريدة من نوعها، لتعزز بداخلهم الرغبة في تكرار تجربة السفر من البحرين. حزمة من العروض السياحية الحصرية تقدمها مكاتب السياحة والسفر في البحرين بالتزامن مع بدء موسم العطلات الصيفية، لتشجع من خلالها على اكتشاف وجهات جديدة وحصرية بأسعار تنافسية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.